خليني مثل برضو هذه الأخبار. خلينا نتكلم بكل امانه. يعني النادي الاهلي يمكن في الاخبار اللي على السوشيال ميديا تعاقد النادي الاهلي مع سين او اعاره اللاعب فلاني او اللاعب الفلاني صفقه تبادليه ما بين ناديين بعينهم، لكن خلينا نتكلم بكل امانه. ملف الصفقات لا يدار بهذا الشكل في النادي الاهلي. متعودين النادي الاهلي دايما بيدير الصفقات بشكل اكثر من احترافي، ودايما بنقول ان ما فيش صفقة بتعلن. حتى صفقة بدري بنون لما انتهت خالص أعلن النادي الأهلي رسميا، وبالتالي إحنا كمان أعلننا. أكيد في كواليس، أكيد في علاقة مباشرة جدا ما بين الموسيماني والجهاز الإداري بقيادة الكابتن سعد عبد الحفيظ، وفي لجنة، في لجنة مسؤولة عن التعاقدات. هذه اللجنة بتتواصل بشكل مستمر مع موسيماني، احتياجاته إيه الفترة اللي جاية، بتقدم له بعض اللاعبين، هو بيقدم بعض اللاعبين، كل ده بيتم في سرية تامة بغض النظر عن أسماء الموجودة، وبيتم التناقش فيها بشكل إيجابي، التناقش فيها من خلال خلينا نتكلم الرؤية الفنية دايما لموسيماني. موسيماني هو الوحيد القادر على يعني صنع قرار انتقال لاعب من النادي الاهلي او استقدام لاعب من النادي الاهلي. ده بيمر ازاي وبيتعمل ازاي؟ في لجنه فنيه، في الكابتن الخطيب موجود فيها، في سيد عبد الحفيظ كاداري، في موسيماني، هم دول الثلاث اطراف اللي بيديروا عمليه الصفقات. صفقات النادي الاهلي ان شاء الله تكون صفقات قويه جدا، انا على علم بهذا ان شاء الله هيكون في صفقات على مستوى عالي جدا. لكن خلينا نتكلم دلوقتي، ودايما النادي الاهلي بيفصل اللعيبه دايما لو في اي حاجه. اللعيبه نفسها منفصله تماما عن الجزئيه ديت، بتفكر في مباراه ان شاء الله، مباراه نادي الزمالك. الاداره ماشيه في طريقها، طريق الصفقات، طريق موسيماني، الجزء الفني هو المسؤول عنه بشكل كبير.